الرحمن الرحيم. نهار الاربعاء الفريق النادي المكناسي المكتب الجديد على يسادات الجنازه ديال عبد الحق بالهلال، فين هذاك ضحى من ذيبو وقطع عليه صباطو ومات الله يرحمه، وزاوس نهار الاربعاء على فينايا النادي المكناسي، فين الناس اللي تيبغيو الفريق راه هو بالهلال هو اللي ضحى فيها وطلعها وخلى اموال ديال رزق ولادو خلاهم في النادي المكناسي. يعرفوها الناس، انا عارفها وكان تيتهلا فيها بحالي بحال اللعابه. بالحق الفقيد الله يحموه ابو خديجه عنده الاموال وبغى يزين، راه المسؤولين الخلاوات، راه الناس الخلاوات، بين هذاك مهادير عليه نفضلو، بين هذاك الخريف وهذاك مهادير وهذاك لاباس عليه وهذا فقير، لا راه ولينا التمصير. سيد رئيس الجامعه الله يخليك القزع، اقعد معنا في الطبله واعطي لابو خديجه يجي يتطلب في الفريق، فين هذاك عنده الاموال وجايب الاموال وجايب الماتاريال والناس خلاوت. هذا جديد؟ لا بغينا ينتهي بحالته، بغيناه في الجنازة المرحوم اساس، فين هما المسؤولين ديال المدينه؟ على فين كان المرحوم بالهلال؟ كلشي كاين، وهذيك الجنازة راست المغرب كله جا، الا هما جاوت هذا النادي المكناسي، كلشي تبنى التعزائي ديالو، الا النادي المكناسي الكرة الكرة الفوت اثبتوا التعزيه، واحد فوت هو اللي طلع النادي المكناسي، راه هو اللي قطع صباطو وعقل عليه تيمون المهدي الوالد ديال مدينه مكناس، مثل السفير لليبيا وهو في مدينه مراكش، هو اللي عرفها هو صاحبه، هو كان قال له انت تكلف النادي المكناسي وقطعوا حوايجهم عليها وشكرا.